السلام عليكم. خمس أشياء تجبر وتحمل المرأة على طلب الطلاق من زوجها. تصرفات الرجل السلبية في معظم الأحيان تكون مؤشر وقوي يدل على أن حياته الزوجية في طريقها إلى نهايتها، وذلك بعد أن تضيق الزوجة ذرعاً ويصل معها الأمر إلى درجة الاختناق من هذه التصرفات، حينها ينتهي بها المطاف إلى طلب الانفصال وهو الطلاق. هناك خمسة تصرفات سلبية يقوم بها الرجل، حيث تترك أثر مدمر على الحياة الزوجية وتدفع المرأة لانسحابها من حياتها الزوجية مرغمة ومجبرة، وتبادر بطلب الطلاق من الرجل. أولا، التضييق على الزوجة. إن الزوجة تحتاج دائما إلى هامش من الحرية لتكون حياتها مع زوجها متوازنة ومستقرة، لهذا لا يجب على الزوج أن يضيق الخناق عليها ويمنعها من ممارسة النشاطات والهوايات التي تحبها وترغبها، لأن ذلك سوف يشعرها بأنها محاصرة وستحاول كسر هذه القيود بأي طريقة ووسيلة ممكنة. ثانيا، الابتعاد عن الزوجة لأوقات طويلة. ابتعاد الرجل عن زوجته وانشغاله عنها سواء بالعمل أو بأمور أخرى سيشعر الزوجة بالإهمال، وسيؤدي ذلك إلى محاولتها للتخلص من هذه الحالة بالطريقة التي تراها وتجدها مناسبة. ثالثا، الانتقاد المستمر والدائم. إن العلاقة بين الزوج والزوجة قد تشهد الكثير من الخلافات والمطبات، ولكن انتقاد الرجل المستمر للزوجة سيشعرها بالضيق والنفور، وهذا الأمر الذي قد يدفعها في نهاية المطاف لطلب الطلاق. رابعا، البخل والتبذير. من المعروف أن صفة البخل من الصفات السيئة والمذمومة، وبخل الزوج على الزوجة أمر منفر وخانق، فالبخل صفة غير حميدة تكرهها المرأة في زوجها، بينما التبذير سيؤدي في الكثير من الأحيان إلى الإفلاس، حيث هذان الأمران كفيلان بأن يدفعها الزوجة على التخلي عن حياتها الزوجية وطلب الطلاق. خامسا، الإهمال ثم الإهمال ثم الإهمال. قد تغفر لك المرأة أي عيب إلا أن تهملها وتشعرها بعدم الأهمية، فلا تأخذ رأيها ولا تتغزل بها ولا تمنحها رأيك فيما يخصها، فالمرأة بحاجة لاهتمام الزوج بها، حيث يتغزل بها ويدللها ولا يقول كبرنا على هكذا أمور. فاتق الله في زوجتك وشريكة حياتك، والإهمال الدائم سوف يدفعها إلى طلب الانفصال. وأخيرا، أتمنى لكم كل فرح وسعادة، ولا تنسى الاشتراك بالضغط على لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة للجميع، والله ولي التوفيق. إلى اللقاء، أختكم مريانة.